بونجور سي بشرى اهريش، مرحبا بكم معايا في لو ديلي بوان ام ا. سعد المجرد هو واحد يعني كنعرفو ملي كان صغير، كنعرف والديه يعني كبر قدامنا. Hello tout le monde, vous êtes sur le Daily Poema. Liouma fait le halqa djel dans le sac d'une célébrité. Je reçois une actrice que l'on présente plus. Elle s'est illustrée dans le cinéma, dans le théâtre, mais aussi dans la télévision. Ma'ana Liouma, Bouchra Ahrish. Bonjour Bouchra. Bonjour, ça va très bien, merci. Comment tu te sens? Alhamdoulilah, ça va, tranquille. Ça va, heureuse de vous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir, un devoir. Donc, j'ai une question très importante que je vais te poser. Oui. Qu'est-ce que tu as dans le sac? شنو عندي في الساكي؟ ما تخليهش حيت انا براسي ما عارفه الساكي شنو فيه. ورينا. نوريك. الوغ ساكي في الاسبوع كامل يعني من الاثنين حتى الجمعه تيكون الساك كبير. الساك كبير دائما تندير فيه ان بوشيت. هاد لابوشيت شنو كندير فيها؟ لابوشيت كندير فيها نشوف عندي فيها التليفونات جوج، واحد بروفيسيونيل واحد بيرسونيل. ما كتلفيش ما بين التليفون؟ لا داكشي اش دايره، واحد بيض وواحد كحل. هذا البروفيسيونيل وهذا البيرسونيل. عندي لا كارت بانكير اللي بون نوريك هذا الشيء. لا ماشي مشكل، هادشي ماشي مشكل. الوغ لا كارت صافي، هاد البوشيت كندير فيها هذه حيت هي اللي كتخرج باستمرار يعني كنخرجها. هي الاولى اللي كندير. الوغ لاجوندا لان كنكون جايه كتبان لي شي حاجه خصني نكتبها. لا تخرج المكياج لان ملي كنخرج الصباح ما كندخل حتى الليل، كيقدر يكون عندي بزاف. تحلي لينا تخرج ديال المكياج ضروري ضروري نعرفوا الى مكياج كدير. واخا الوغ فوالا كنخرج غير زعما بوغ لو ستريكت مينيموم. لا بودغ، لا بوز ديالها، فغاجور لا بوز ديالو، بون ديال فوق الهينين، اي لي روج ا ليفغ، شنو هادو الماسكارا ولي كرايون. صافي جو فوايا يا بوكو دو روج ا ليفغ. على حسب لا كولور اللي تنكون لابسه. صافي على حسب لا توني، لا توني بيان سور. فوالا هذا غير لو مينيموم، لان ملي تنخرج بعد ما كنخرج بلا مكياج ولكن تيكون عندي ان رونديفو اللي خاصني نمشي نشوف الناس، فضروري كتبغي غير جوست لي غوتوش وصافي. نزيد نوريك بلاتي خشي القلم لان مهم وغالي باش ما يضيعش ليا. الوغ فوالا هادو الورق ديال الطوموبيل، لان بعد المرات تيوقف شي بوليسي خصهم يكون عندك في الساك. عندي هادو النظاري اللي كنقرا بهم وكنشوف بهم، هادو لي كلي دو لا فواتور، هادي واحد لا تروس فيها لي كاشي. حيت دابا انا جايه من البيرو، الوغ هادو لي كاشي ديال الخدمه اللي تندير. فوالا لان جايه من التياتر، هذا الكاشي اون عرب، هذا الكاشي اون فرونسي. داتسي نوريك شنو اخر، وستيلو او شارجر التليفون. صافي هادشي اللي عندي. صافي بارفي ميرسي. مزيان مزيان، فكرتيني في النظاظر نديرهم. صافي نجمع ساكي. صافي جمعي واخا. صافي عرفنا دابا شنو كاين في الساكي. الوغ هذا كلشي بروفيسيونيل، هذا صافي هادشي اللي كاين. شو في لو ميتي دوبوي 18 عام مانون. دابا كاين واحد لا نوفيل فاغ داكتريس دو جون اكتريس، كيسك تو ان بونس؟ واش كاينه شي كومبيتيسيون ما بين نتوما اللي في لو ميتي من شحال هادي وهاد لي نوفيل اكتريس؟ نو با دي تو، بالعكس حنايا كيعجبنا انه يكونوا دائما ناس جداد، لان شنو حنا كنصوروا؟ كنصوروا افلام، كنصوروا في مسلسلات ولا سلسلات اللي كتعالج قضايا الحياه اليوميه، يعني لو كوتيديان ماروكان. لو كوتيديان ماروكان فيه الصغير فيه الكبير فيه لي ترونش داج كاملين. الوغ ماشي دائما انا غنبقى صغيره، الوغ خاص يجيو ناس اخرين، محتاجين مثلا لي زونفون، يعني كل شيء. اي واحد عنده الموهبه وعنده يعني شي حويجات ديالو ارتستيك باش تيخدم، حنا بالعكس كنرحبوا به ومحتاجين بعضياتنا كاملين، لان المجال الفني محتاجنا كاملين سواء كنا جداد او القدام. كاينه شي اكتريس كتعجبك دابا حاليا؟ اكتريس شنو نقول لك، كاين بوكو تالون، بزاف ديال الناس اللي طالعين زوينين. ما عنديش اون بريفيرونس زعما لشي واحد بوحدو، ولكن تبارك الله لا على مستوى الاولاد ولا البنات كاين جينيراسيون زوينه دابا اللي طالعه. ايوا لا بشرى رمضان قرب. وي شفناك في نعمه لاله في رمضان اللي فات. فهاد رمضان واش غنشوفوك؟ واش كاينه اون شد نعمه لاله ولا غنشوفوك شي سيري اخر؟ لا هو ما كاينش الجزء الثاني من السلسله اللي صورناه العام اللي فات نعمه لاله، كاين مشاريع جديده
كاين اعمال اخرى ان شاء الله غادي ندخل ليها مع مجموعات اخرى. التصوير غادي يبدا ان شاء الله في اواخر شهر فبراير. كاين عمل مع القناه الثانيه، عمل اخر مع القناه الاولى، وكيف ما كتعرفي دابا ما كتقول انا غادي نشتغل هذا العمل حتى كتوقع العقد. الوغ كاين مشاريع اللي وافقت عليهم القناه مع لابيل دوفر، واخا عندك مجموعه العقود سينيها ما كتعرفش مع من غادي تكون. فالان تاكد لي حضوري في جوج الاعمال، وبقى اعمال اخرى اللي مازال ما خديناش موافقه القناه. دونك انا نهضروا شويه على السياسه. وي يلا عرفنا كنت شويه اونجاجي في السياسه في واحد لا بيريود. بغيت نعرف شنو رايك في هذا الغوفرنمون اللي طارد ا سو فورمي، وشنو هما لي زاتانت ديالك بارابور ا لا كولتور. الوغ لا بوليتيك ماشي شاني انا بوحدي، حنا كلنا خصنا نكونوا عارفين شنو تيمشي في البلاد، كيفاش غاده، كيفاش كتمشي، شكون هما السياسه، شكون تيقرر في بلاصتنا. يعني اهتمام بالسياسه ماشي شي حاجه، يعني خاص كل واحد يكون عارف اشنو كيدور في المجتمع وكيدور من حوله. بون هذا العام الانتخابات دازت في المواد اكتوبر، غني المواد ديال بريسك فيفريي مازال ما كايناش حكومه، مي كنتمنى ان تجي حكومه منسجمه متناغمه اللي تقدر تلبي حاجيات المواطن المغربي، واثار العمل ديالها يوصل لاخر واحد في المجتمع، وتكون يعني عارفه شنو باغي الناس، وهذوك الناس اللي غادي يجيو ما يعاودوش الاخطاء اللي دازت، ويجيو نتا هما بنفس جديد اوسي لا كرياسيون جو في دير، يعني ماشي غير يخدموا باش يخدموا، ولكن تكون لا كرياسيون او سان ديال الادمينستراسيون باش نزيدوا نطوروها ونخدموها مزيان. تبعتي شويه لافير سعد المجرد؟ وي تبعتها بزاف، تبعتها بزاف. الوغ الان تقريبا طرفت الاربع شهور للاسف الشديد. سعد المجرد هو واحد يعني كنعرفو ملي كان صغير، كنعرف والديه، يعني كبر قدامنا، واحد الادب، واحد الاخلاق عاليه، واحد يعني حشومي تو، وليد اللي ميمسي كان مسافر كان باقي قريب منا، ملي كيجي والدي تقريبا كنشوفوهم بشكل يومي بحكم اشتغالي في المسرح، الوغ دائما كنشوف الوالد ديالو، الوالد ديالو، اصدقائي. فكنتمنى انه ربي يفرج عليه عما قريب، وهذا الشيء طول، حتى يعني كنتخيل الجانب النفسي ديالو كيفاش داير كارير. الحمد لله دار شي حوايج اللي مهمين بزاف، فما يمكنش هذا الاصل الطيب ديال والديه، وحتى هو كيفاش مربي، انه انسانيا بقى فينا، قانونيا القانون كياخذ مجراه، ولكن هذا الشيء تعطل. فكنتمنى ان الحقيقه تبان في اقرب الاجل الممكن. اسكو تشا ميساج ترانسميتر ا تي فان؟ طبعا الفان ديالي تنقول لهم الا كانوا هما تيبغيوني وتيقبلوني في الشكل اللي كنقدمو ليهم، فحتى انا كنبغيهم بزاف، وكنقول يا ربي لا تحشمني، ونبقى دائما عند حسن ظنهم، وكنتمنى نتلاقاو دائما دائما دائما، سواء في التلفازه ولا في السينما ولا في المسرح. شكرا لكم بزاف اللي كتبغيوني. ميرسي دافور ايتي افيك من بشرى. ميرسي بوكو، ان شاء الله نتلاقاو عما قريب. تري بيان. ميرسي. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le Daily.ma.